خميس، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلي من انت ايه؟ مالك رمانة؟ بصراحة كده عايزة امشي. تمشي ليه؟ اما انا سعادتك رمت الكل ورا ظهرها عشان خاطره. الدنيا دي ضيقة قوي، كله منفذ على كله. يا بس تقيدي عشان ما اقولش. ولسه هتبوس اكتر. اللي تؤمر بيه سعادتك. تحب ان انا؟ ما احبش. هي هتجيلك وتطلب شغل، ساعتها اطلب اللي انت عايزه. سعادتك ناوي من امتى يا مالت بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ للاسف سعادتك نسيت بعد اذنك. ممكن اتكلم مع سعادتك كلمتين؟ اتفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف. خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجة. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخة اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن، البيت ده مليان ودان. هلا يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا حد ليا راي في حاجه؟ الله 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 الله، ايه الغمان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه؟ ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي عملت ايه مع العمروت المشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوع مش ناوي يعدي الليله من غير ما اكسب. سيبه يزيط يا خال. ولا حاجة. خميس، ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا. ايه؟ مالك يا رمانة؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شوية، حاسة كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحة. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شوية يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما نفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمة. هو بيفتح الساعة كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجارة يا خال. ماشي خلاص، ما دام الدكتور قال لك تسيبك من موضوع الخلفه سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ موليه الحربايه اللي بره. مخافيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها. عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هم هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا لا، انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا، عارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا ما تقوليليش
انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي، ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي، انت عليك حركات مستفزه يا ابني. ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني يقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سامي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق تلاتة. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى حد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دوبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه. لكن علمت عليه صحيح، ابن ضاويه يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى. يا واد. بسم الله يا رمان. بالهنا والشيف. شلبي أمرني. حاجة ساعة للنجمة بسرعة. اعتبروا حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الاستيج، علشان انتوا كلكم في الرقصة بتحدفوا شمال. أظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي، وأنا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس أنا أكرم منك، ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا مالت. أنا ماليش في الغصب، وأنت اللي اخترت. القصد أنا جاي أسألك سؤال واحد. قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة، اشبكي إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول، ومليك عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، أنا ما بقيتش أكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاي أقولهولك. أموري. الباشا قال لي خميس إيه؟
الحاجة الساقعة اللي متكتكة حصلت لنا البركة. بالريق يا نبيل. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتحدفوا شمال. الناس اللي قاعدة على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الإيقاع. تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحدة نخليها ناحية الشمال، نارين يبقى شمال ويمين، من هنا، من هنا، كل الحاجات دي تتشد وتترفع، محل أكل عيش، شلبي. أمرني. اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر، من عيني. يا نعم يا حاج، شربية بتقول إنك عايزين. قالوا لي إنك هتاخدي كرامة للدكتور. غلبانة، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شوق؟ يا خرشي يا حجه، اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني؟ ماشي يا شوق، روحوا بس ما تعوقوش. من عيني. شوق. نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيميش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منه انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ رمضان؟ اه. ما قاليش، مرضيش يريحني. غريبة. اللي أنا شفت في إيديها يعني لا دبلة ولا أحزانون. وبعدين إزاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ آه، تسلم إيديك، شيليه. بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت؟ اقعد. وادي الحجر. بيت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البيت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحه مقشره. هتقول لي؟ أنا قصدي على فريدة، فريدة بنت العمروتي. ما أنا عارف يا عم إنها فريدة، فريدة بنت العمروتي، عارف. البنت دماغها عالية يا حاج. أيوة. تغيبة قراري. هي عالية أوي أوي أوي. بس يعني لما أنت واد جامد أوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على أسنانها. مش سهل، صعبة أوي. البنت دي بسبع أرواح. ضربت مني السيجارة وقامت هاتك يا رأس. لغاية ما هدت حيل أمي. أنا حاسس إن الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سهمه. حلاوتك يا معلمة في جو مين الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم؟ مش بقول لك إنك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني أقوم بقى عشان عندي مصلحة. خليك مرزوع لغاية ما تشوف لنا صرفة. صرفة في إيه يا حاج؟ أنت مش قلت إنها خارج بيت؟ آه. أنا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلمة؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. آه الحجر عندي صح. آه. سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انت على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طردتش كلام ولا اي كلمه؟ لا بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه ست
تايهة منه. بصي براءة في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحة كان محتيط. حاجة ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفة، بس وانا ماشية سمعت كلمة مخطوبة، خفت اقف لحد ما انا يشخط فيا. مخطوبة؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي تكني لو انت مالكيش لازمة. كل ده مالكيش لازمة. طيب بصي بطشيك. وناش عرفني وانا مغسل وده من جنة؟ امال ليه قلتيني ان الجوازة الف بعد الشر مش حتم؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشة اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمة حاجة. بقول لك ايه؟ خميس لو عرف ايته حاجة هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب. هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشة اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق. وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضتي القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له. طلعنا انا بقى من نفوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي الاهبل. عيب كده، احنا في الشارع الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت، خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الواحده، خلصت الاول. هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل. أيوة أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ أه. ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد سؤال. أه، أعرف اللي فيه شقة شقة. بقى شقة فول، واللي عندي فيه شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد ياض إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوة يا ست مطر، مراته ومرات خاله. أيوة، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الوليه دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتوم. عن ايه؟ حنتومه. طب وانتوا رنتا؟ ماشي. حنتومه. يا حلوت قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسه مش قادره اتلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنت مرعوبه كده، لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم، والمره دي كوم تاني خالص. الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله، انا حاسه ان انت بتهولي الامور. والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفلة. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجة. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لأفنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخة ده؟ استحالة يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفة اللي بيني وبينه، أفنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقة بيها وقافشة في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه.
بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه، اثبت لك ان الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لان بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الاطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الاطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. Yeah.